يعني لحد الآن أكو أكثر من 2500 عراقية لا تزال في قبضة داعش إلى الآن، إلى الآن منذ 10 سنوات. أيضا البرلمان العراقي كان مقرر أنه هاي شنو العراقي، شنو هاي اللي موجودة على داعش، هاي شنو شنو السبايا أقصد السبايا، أكثر من 2500 بنت سبي بنت وامرأة يزيدية ما زالوا في قبضة داعش وأهاليهم ما يعرفون عنهم كل شيء. يعني كان المفروض هذولا يخلون هذول البنات العراقيات والنساء العراقيات أمام عيونهم.